لجنة الاعتصام السلمي في محافظة المهرة مستعدة لإفشال أي مخطط يستهدف المحافظة، وتراقب سير الأوضاع واجتماعاتها في حالة انعقاد مستمر لمتابعة المستجدات. وسنكون بالمرصاد لأي تخطيط أو تخريب أو تعطيل أو أي مؤامرة تحاك ضد بلادنا وضد وطننا وضد محافظتنا، سنكون بالمرصاد لأي من تصور له نفسه بعبث بالأمن والاستقرار في محافظة المهرة، سواء نكون أو في هذا الوطن. الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة هي الأخرى رفعت الجاهزية لحماية المؤسسات والحفاظ على الأمن الذي تنعم به المحافظة، وقد نفذت انتشارا واسعا في مداخل المدينة والمقرات الحكومية. المواطنون والسلطة المحلية والأجهزة الأمنية يد واحدة للحفاظ على الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات وإفشال المخططات التي تحاك ضد المحافظة من خلال تحريك الأدوات الموالية للاحتلال السعودي. نحن نعرف أن المجلس الانتقالي يعني أهدافه مستوحاة يعني من المحتل الإماراتي، ودائما ينفذ أجندات خارجية، هذه واحدة من الأجندات يعني يتحججوا يعني ببعض الامور، ومن ضمنها زياره البركاني، والذي هم والبركاني في نفس الاتجاه او في نفس كادوات للامارات كلهم بشكل عام. وتبقى دعوه لجنه الاعتصام السلميه التي وجهتها الى جميع ابناء المحافظه ومكوناتها القبليه والسياسيه والاجتماعيه الى اليقظه والتصدي لكل ما يحاك من مؤامرات ومخططات من قبل الاحتلال وادواته. رسالة سامية لأهمية إشراك الجميع في معركة الوعي والنضال والحفاظ على النسيج الاجتماعي بالمهرة.